My name is Shadi Sharif Muhammad, Section E. النهاردة هنتكلم على الهاكينج. What is hacking? It is an act of exploiting weakness in a computer and unauthorized access to personal or organizational data. إيه هو الاختراق الإلكتروني؟ ده بيبقى استغلال ضعف في الكمبيوتر بيسمح لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص دخول غير مسموح به للبرسونال داتا بتاع individual أو organizational data مثلا بتاع شركة. الياهو ياهو admitted that it had been exposed to an electronic breach that affected the data of more than a billion accounts of its users. Yahoo announced at the time that names, phone numbers, passwords, and email addresses were stolen, but bank accounts data and online payments are safe. ياهو اعترفت ان هي في فترة ما تعرضت للاختراق الالكتروني وده اثر على الداتا بتاع اكتر من مليار اكاونت من اليوزرز بتاعتهم. ياهو برضو announced ان في الفترة دي الاسامي والارقام والباسوردز والايميل ادريسز كلهم اتسرقوا، بس الداتا بتاع الحسابات البنكية والاونلاين بايمنتس كانوا في امان. How organization could protect the most important information? By two ways, cyber security and information security. The cyber security deal protection of internet connected systems such as hardware, software and data from cyber threats. The cyber security دي طريقة لحماية الأنظمة المتصلة بالإنترنت زي مثلا الهاردوير والسوفتوير والداتا عموما من السايبر ثريتس أو الاختراق الإلكتروني. تاني way اللي هي information security protect sensitive data from unauthorized acts such as scrutiny, modification, recording أو disruption or destruction. ال information security دي بتحمي الداتا الحساسة جدا من الاختراق الغير مسموح به زي مثلا التدقيق أو عن طريق التدقيق أو تسجيل التشويش والتعديل والتسجيل. That's all. First type XSS البرمجة العابرة للمواقع cross-site scripting it's a malicious script to an unsuspecting user. وده حصل في امازون ان الكلاينتس لما بتسجل الكريدت كارد بتاعها البروجرام بيفتح بيج وهمية ملاش علاقة بامازون ولكنه استنساخ لنفس الديزاين وده هاكر trying to capture the money اللي في الكريدت كارد او الميثود اوف بيمنت عموما. Second type DOS الحرمان من الخدمة denial of service an attack involves multiple connected online device. وده بيحصل في results دايما بنلاقي الموقع وقع بسبب الكابابيليتي بتاعة الموقع مش قادرة تمانج كم requests الكتير قوي دي في الفترة الزمنية الصغيرة. Finally we have the featuring method أول تصيد acquiring sensitive data through a technique. وده حصل في بنوك إن hustlers بيكلموا العملاء وبياخدوا بياناتهم الشخصية وبيحصل drawings من الكريدت. Cookie theft occurs when hackers steal a victim session ID and mimic that person's cookie over the same network. الكوكيز الأول هي عبارة عن ملفات نصية صغيرة في المواقع الإلكترونية بنخزنها في الموبايلات أو اللاب أو الكمبيوترات. بنستعمل الكوكيز عشان تخلي المواقع سهلة في الاستعمال والتطوير. الكوكي الثيفت دي بتحصل لما الهاكر بيسرق الاي دي وينتحل شخصية الشخص اللي سرق الاي دي بتاعه، وده بيحصل لما الشخص ده بيروح لمواقع هو مش عارفها، مواقع على الواي فاي مش محمية او عامة، وبيدوس على لينك هو مش عارفه، فبيبتدي الهاكر ياخد البيانات بتاعته وينتحل شخصيته. Types of hackers. في نوعين من هاكرز. في هاكر بلاك ده attempted to gain an authorized entry into system or network to exploit them from malicious reason. هو بيحاول ان هو يخترق النظام بتاع المؤسسة او الكمبيوترات بس عشان يستغلها لأسباب ضارة، سواء ان هو مثلا يكسب مكاسب مالية او لسبب ان هو بس يعمل ضرر ليها، وده بيسبب اضرار كتير للكمبيوترات او مؤسسات او كده على الطريق ان هما بيخترق نظام الامن بتاعهم. وفي اتنين مشهورين في الهاكر بلاك، البرت جونزاليس ده امريكان كمبيوتر هاكر، وفي كيفن ميتنيك وده امريكان كمبيوتر سيكيورتي كونسلتنت.
على عكسه بقى كراكر وايت who uses his capabilities to damage your organization to uncover security failings in your system in order to help your business from the dangerous hackers. هو بيستخدم قدراته ان هو يبوظ النظام بتاع المؤسسة بس عشان يكتشف ايه الثغرات اللي موجودة في النظام بتاع المؤسسة ويحاول يصلحها عشان يحميها من الهاكرز التانيين. وفي اتنين في المجال ده اللي هو تيم بيرنرز ستيف ووزنياك. How to avoid hacking، ازاي ممكن نحمي نفسنا من الهاكينج. ممكن نعمل educate the employees ان احنا لازم نعلم الناس اللي شغالة في المكان ازاي ياخدوا بالهم ما يحصل لهمش هاكينج. access management، نعمل ادارة وصول. واي فاي بروتكشن، ان احنا لازم نحافظ على الواي فاي بتاعنا ما نخليش حد يخترقه. keep track of who has access to your system، ازاي لازم ناخد بالنا مين اللي بيوصل للنظام بتاعنا، مين اللي ليه الحق ان هو يوصل للنظام بتاعنا. set up a firewall you don't already have one، لازم نعمل جدار حماية ضد الهاكينج.